أيها السادة الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. أستاذن جميع قراءة الفاتحة لحضرة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام ولأرواح أموتنا وأموات المسلمين أجمعين ولروح الراحل الكريم والمربي الفاضل الحج الرايت الشيخ رحمة الله عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين يا رب العالمين. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين. عهد طيب كريم إلى مأذمة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقام تكريما للوالد الكريم والمربي الفاضل الحاج رمضان كشف رحمة الله عليه والد كل المن الأستاذ إسلام كشف، الأستاذ أدهم كشف، الأستاذ رمضان سيد كشف، الذي أسأل ربي أن يتغمد الفقير بواسع رحمته وأن يسكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان يا رب العالمين. يطيب اللقاء ويسعد المساء تلاوة قرآنية مباركة تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ سامح السيد مبارك قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا يا رب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كفاية بخور، قول لهم كفاية بخور. احنا مفيش حاجة بخير. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وتركتم
تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة حبيبي يا رب سيدي وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم لسه يا ابني جوه لسه. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله يكرمك. إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله حبيبي عم سام. ايوه ربنا يكرمك سيدي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. عليك يا مولانا. الله يبارك لك يا رب. ذلكم الله فأنى
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ذلكم الله ذلكم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار حاضر 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 وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما
خلقكم